أهلا ومرحبا بكم. أحداث متسارعة وأخبار حصيلة أعداد الشهداء والجرحى في تزايد مع تقادم الساعات. البصرة مدينة تحتج منذ أكثر من شهرين بدءا من الكهرباء مرورا بكل الملفات العالقة في المدينة وصولا إلى انفجار أزمة تلوث المياه. فإذا كان الشتاء يكبت غضب انقطاع التيار الكهربائي، فأي فصل يستطيع أن يسد حاجة الإنسان الأساسية إلى الماء؟ الشرارة الأخيرة فجرها استشهاد المتظاهر الثالث من ياسر عاشور الذي سقط متأثرا برصاص القوات الأمنية أثناء محاولة تفريق التظاهرات. وفي صباح يوم التشييع وبالقرب من مبنى محافظة البصرة أصيب أحد المشيعين من أقارب الشهيد، إذ أن القوات الأمنية ظنت أنها ستدخل في صدام معهم. لكن القصة لم تنتهي إلى هذا الحد، فقد طوق المتظاهرون مبنى المحافظة لاحقا وأضرموا النار في الطابق الأول والثاني وهددوا قائد عمليات البصرة، وتصاعدت حدة التظاهرات فسقط 4 شهداء آخرين وأصيب 67 بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة. وفي ظل هذا التصاعد الخطير والمخيف بحسب مراقبة المتخصصين، عقدت رئاسة الوزراء اجتماعا طارئا معا وبالمحافظة وبحضور المحافظ عشية الأحداث في معالجة مشكلة الماء الصافي ومناقشة الحلول والقرارات التي خرجت بها الاجتماعات الأخيرة. لذا أنيطت مسؤولية تنفيذ هذه القرارات للحكومة المحلية في البصرة مع توفيض الصلاحيات الإدارية والمالية ومنح الاستثناءات اللازمة من التعليمات النافذة وفق جداول زمنية محددة لتسهيل وتسريع تنفيذ المشاريع، ومنها بشكل خاص مشاريع تحلية المياه. لكن يبدو أن الوعود والقرارات التي اتخذتها رئاسة الوزراء لم تهدئ سخط البصريين الذين واصلوا احتجاجهم رغم فرض حظر التجوال مع انقطاع التيار الكهربائي لأغلب المناطق. وبين حديث عن انسحاب الجيش في منطقة القرمة وبقاء العجلات العسكرية الفارغة، انتشر مقطع فيديو آخر يبين دخول الدبابات إلى المدينة. فما الذي يحدث؟ وينضم معي عبر الهاتف الناشط المدني في البصرة وائل الأسدي، وأيضا حسام سلام حسن المدافع عن حقوق الإنسان. وأبدأ مع وائل الأسدي. وائل، أهلا وسهلا بك. يعني تواصلت الاحتجاجات بالبصرة من شهرين، الناس في غضب مستمر، التظاهرات بدأت تتصاعد، من حديث عن شهيد واحد اليوم وصلت الأعداد إلى 5. شنو اللي دا يصير؟ نعم وائل، تسمعني؟ عليك وعلى كل المشاهدين الأعزاء. أولا أحب أن أقدم التعازي إلى كل أبناء الفاقدين في محافظة البصرة وعوائلهم، وأعتقد أن المشاكل في محافظة البصرة والحراك الذي يجري هي مشاكل تراكمية منذ 15 عام، بعد أن حكمنا هؤلاء الذين يدعون وصلا بالتدين والمذهب والأخلاق، لم نجد سوى الضيم والتنكيل ومعاملة المواطن البصري على أنه مواطن الدرجة الرابعة. وأعتقد أنه ما يجري في محافظة البصرة هو إجرام بشع يعود إلى ذاكرتنا أيام وجود علي حسن المجيد وغيره من ساسة النظام البائد في استخدامهم وتفننهم في ضرب المواطنين العزل. ما تقوم به قيادة عمليات البصرة وقائد عمليات البصرة اليوم هو جريمة كبرى، أكبر من تجويع الشعب البصري، وأكبر من إعطاء الماء المالح المسمم الملوث، وأكبر من استحقاره واستهجانه لمدة 15 عام. هذه التظاهرات التي استمرت أكثر من 3 أشهر إلى اليوم لم ينفذ ولم يستجاب لمطلب واحد أبدا. كل المطالب التي قدمتها الحركة الاحتجاجية في محافظة البصرة، إن كانت في مركز المدينة أو في الأقضية والنواحي، سقوط الشهداء، الجرحى، غازات مسيلة للدموع، استخدام العنف المفرط، اعتقالات، لكن بالنتيجة النهائية لم يستجاب لأي مطلب من يعني مطالب المتظاهرين. وائل إذا تسمح لي، إحنا نتحدث عن تراكمات أنت ذكرت 15 سنة، تراكمات ومشاكل عميقة.
هذا ايضا يدفع الى سؤال اخر، هل بالامكان خلال هذه الاشهر حل مشاكل جذريه؟ يعني ايضا قد تكون الحكومه المحليه والحكومه المركزيه بحاجه الى وقت لتنفيذ هذه الحلول. بالحقيقه هذا السؤال يجاب بشقين، الشق الاول انه حينما نتحدث مع متظاهر اعزل المواطن لا يمتلك صلاحيات ونقول له هاتي حلولك انت، اذا احنا نكيل اتهام المواطن اللي هو هذه حقوق وليست مطالب. هذا دور الحكومه سيدتي الفاضله، 15 عاما لم تخطط، 15 عاما لم تنظر لحل المشكله، 15 عاما تنظر الى الجسد البصري يلتهمه هذه الامراض الخبيثه السرطانيه، هذه الغازات، الانبعاثات، الماء المالح، انقطاع الكهرباء. لدينا مدير دائره، مدير صحه البصره، مدير صحه البصره اقدم من رئاسه الوزراء في العراق، لم يتغير لانه من حزب حاكم. بالنتيجه نعم توجد حلول ويستطيعون ان يحلوا هذه المشاكل، لكن لا يمكن ان نقوم نحن اليوم في الدور البديل ونعطيهم الحلول. اذا وصل الامر الى هذا فليقدموا استقالاتهم الجماعيه، ولدينا من الكفاءات ومن الخبرات. اسال عن مهله وائل، هل بالامكان اعطاء الحكومه مهله لتنفيذ يعني حلول لوضع معالجات؟ يعني بالامس كان هناك اجتماع لرئاسه الوزراء، وجهت الرئاسه بوضع حلول عاجله واعطت صلاحيات واستثناءات للحكومه المحليه. اعتقد انه شخص السيد العبادي اعتقد انه شخص لا يستطيع ان يحل مثل هذه الازمه، لان قدومه للبصره من بروكسل وكتبنا في صفحاتنا وتحدثنا كان قدوم يدلل على ضعف الاداره المركزيه واستهانتها بمطالب الجماهير، لم يتقي بالجمهور، لم يسمع مطالبهم، ايضا قدم مثل هذه الكلام، قدم 10,000 درجه وظيفيه لم نرى منها الا اوراق مبعثره في يعني في النفايات، وكذلك تكلم عن وجود حلول للماء. كل هذه لم يحدث. اعتقد انه حتى يوم امس كان في الاجتماع هنالك سجال من بعض اعضاء مجلس النواب طالبوه باقاله يعني قائد عمليات البصره فورا، لكن العبادي اصر على بقائه، فالعبادي جزء من المشكله. اليوم شخص السيد العبادي جزء من المشكله، نظره الحكومه الاتحاديه للبصره جزء من المشكله، الحكومه المحليه وملفات الفساد الموجوده في دائره نزاهه البصره والتحكيم عليها والاتفاق عليها حزبيا جزء من المشكله الكبيره التي لا يمكن السكوت عليها، ولا يستطيع احد اليوم سيدتي ان يوقف الشارع، من سيستطيع ومن يستطيع ومن يجرؤ ان يقول اني قادر ان اوقف الجمهور؟ فليوقف الجمهور. نعم، طيب حسام اهلا وسهلا بك. يعني ما هي ابرز مطالب المتظاهرين اليوم؟ هل هي مطالب تتعلق بالماء الصالح للشرب فقط؟ حاليا بالوقت الحالي التركيز الشارع العراقي منصب، المظاهرات منصب هي ايجاد حلول للماء الصالح للشرب. طبعا ازمه الماء بدات تتفاقم بالاشهر الاخيره وتسبب الاف من حالات التسمم، وهو الشيء اللي دفع المتظاهرين ان يخرجون للشارع بهذه الطريقه بهذا الغضب. نعم. حتى يصير حاليا حل الماء. طبعا الماء مو هو المشكله الوحيده بالبصره، موجوده الاف المشاكل من نقص الخدمات، من البطاله، من الكهرباء، مشاكل كثيره تعاني منها البصره. الازمه الحقيقيه الان اللي تهدد البصره اللي هو الماء، اللي ممكن بعد فتره ينتشر مرض الكوليرا وهذا وباء قد يحل على البصره. طيب حسام، ليش هسه يعني ليش هسه انثارت قضيه المي؟ ليش ما انثارت يعني يعني من سنوات هي البصره تعاني من قصه الملوحه والمي مالح، وكل العراق يعرف بهاي القصه، ليش هسه بدنا نتحدث عن تلوث ونتحدث عن ملوحه؟ صح، مشكله الماء من زمان، الماء المالح بالبصره. نعم. بس احنا اوكي كنا نقدر نستخدم هذا الماء، ونقدر يعني انه المصريين يستخدمون للغسل او السبح او هواي اشياء، بس هسه حاليا ارتفع الرقم صار مخيف جدا، ظلت تصير حالات تسمم، وحتى لو ما كان هذا يعني الى متى تبقى البصره تعاني من مشكله الماء؟ نعم. لازم المفروض اكو حلول، اكو فلوس ومشاريع جاي تنصرف،
وما جاي يصير اي تغيير الى متى راح تبقى هاي المشكله ما يعني لازم تنحل. الى متى نقول من سنوات البصره يعني ما لازم احنا نتعود انه احنا من سنوات البصره ما لح خلاص المفروض نبقى قابلين، يعني احنا جاي نشوف المفروض اكو مشاريع واكو مبالغ جاي تنصرف على هذه المشاريع بس بدون وجود اي حلول وما صار اي تغيير، بالعكس الوضع زاد سوء ما تحسن ولا شوي. نعم طيب يعني وائل حسام تحدث انه مشكله المي حاليا وصلت الى مرحله لا يمكن بعد اهالي البصره ان يتعاملوا مع هذه المشكله ولا يمكن ان يصبر اهالي البصره بعد يعني تغير النتائج وازدياد نسبه الملوحه ووصولا الى تلوث المياه، ما ممكن انه يصبرون مع هذه المشكله، الى اي حد هذا الكلام صحيح؟ والله اعتقد ان يعني ماء البصره لم يغتسل وجوههم بالساسه الذين يخدمون يعني الحكومه المحليه وحتى الحكومه المحليه، لذلك هم يعني لا يستشعرون بما يعانيه المواطن، وسعر اليوم الماء الذي يعني يستخدمه للشرب وصل الطن سعره 30,000 دينار، يعني هاي هديه الى الشعب البصري، واذا يعني فوق مصاريفه وفوق همومه يضاف له هم جديد، لكن اليوم مشكلتنا هي اكبر من المال، يكون صريحين وصادقين. ففي يوم ما خرج المتظاهرون في دول العالم مطالبه بالخبز واسقطوا النظام بسبب الخبز. اليوم نحن نطالب بانصاف دماء المتظاهرين، لدينا 5 شهداء شباب عزل قتلوا بطريقه وحشيه، لا يمكن ان نسكت ولا يمكن ان نهادن شخص يعني لا اعرف يعاني من وجع او حاله نفسيه يعطي اوامر بقتل الناس، قائد عمليات البصره اعتقد كل اهل البصره بدون استثناء حتى ممن لعله لا يخرج للتظاهره اليوم لا يقبل بقاء شخص قائد عمليات البصره ولا يقبل ان يمر مقتل هؤلاء المتظاهرين بصوره تسويف وكلام وعبارة عن برامج تلفزيونية يخرج لدينا رئيس الوزراء أو متحدث وزير الدفاع أو الداخلية. نعم. لا نقبل، نحن لسنا مواطنين من الدرجة الرابعة، مواطنين لدينا كرامة ولا يمكن أن يقبل البصريون ذلك. نعم أنا لعله نحن نرى في الأفق يلوح أن هنالك ضغط وتسويف وإهمال للبصرة. نعم. من أجل إشعال ما هو أكبر وافتعال، ويعني تسعى السلطة الجهات الأمنية المتحزبة التي نعرف ألوانها وأحزابها إلى أن تأخذ البصرة إلى طريق الحاوية. نعم. ويبدو أن السيد رئيس الوزراء عاجز تماما أمام هذه القوة الحزبية، هو لا يجرؤ أن يتحدث مع أي ضابط تابع لهذه الجهة. طيب وائل يعني شنو اللي تتوقع انه تنجر الى التظاهرات في الايام المقبله؟ واسالك هل دخلت العشائر يعني العشائر اللي خسرت هؤلاء الشباب على خط المواجهات مع القوات الامنيه؟ في الحقيقه هناك تواجد عشائري كبير وواضح وتعاطف وشعور بالغضب بعد مقتل ابنائهم، وكذلك العشائر الاخرى التي لم تفقد ابنائها فهي الان اعتقد يعني تنضم لهذا الحراك وهذا الاحتجاج السلمي 100%. حرق الاطار لا يعد خارج عن السلميه، لكن اطلاق الرصاص الحي تجاه رؤوس متظاهرين عزل هذا اجرام وجريمه دوليه وجريمه انسانيه واضحه. نعم. من أطلق الرصاص؟ أطلق الرصاص القوات الأمنية مدججة بالسلاح بأمر قائد عمليات البصرة، وهنالك وجود وأخبار أن بعض الميليشيات التي ترتدي هذه الثياب والتي تابعة لنفس الحزب الذي يتبع إليه قائد العمليات وبعض القيادات الأمنية لديها توجيه بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، واليوم لدينا أكثر من 64 جريح ولدينا 5 شهداء، وسنتظاهر ونستمر نحتج لحين ان يشعر هؤلاء. نعم وائل يعني من بين هؤلاء من بين هذه الاحصائيه ال 67 اللي نتحدث عنهم ايضا 27 اخرين هم مصابين من القوات الامنيه، يعني كيف تعلق على هذا الموضوع ايضا؟ اعتقد ان هذا يعني موضوع يعني منطقيا وعقليا معروف، انه انا اتظاهر اعزل امامي شخص يطلق رصاص حي
يقتلني ويقتل أخي ويقتل صديقي وجاري، أكيد ممكن أن أرمي العصا، ممكن أن أرمي أي شيء، لكن هذا ليس منهج التظاهر. نعم. هذا ليس أسلوب للاحتجاج الأول، هذه ردة فعل. بعد أن أقتل ماذا أفعل؟ بعد أن يطلق علي الرصاص الحي ماذا أنا أفعل؟ نعم. هل أنتظر تصريحات رئيس الوزراء الذي يجلس ويسعى للكتلة الأكبر، أم أنتظر تصريحات وزير الدفاع ووزير الداخلية؟ ماذا أم أنتظر تصريح وزيرة الصحة تجاه بعد وجود 14,000 حالة من التسمم في البصرة تقول عالجنا المشكلة ولا يوجد أي مشكلة، والناس يعني كل المصريين رأوا أنهم يجلسون في الطرقات وهم يعانون من المغص ومن الأمراض، هذه الحكومة ما أعرف كيف تتعامل يعني. طيب حسام، يعني البعض كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الأمنية لاحقتهم إلى المستشفيات حتى. حسام تسمعني؟ ما كشفت بعمليات القمع بأماكن الاحتجاج. حسام تسمعني؟ القوات الأمنية بمطاردة المتظاهرين في المناطق وأزقة الشوارع داخل البصرة وملاحقتهم حتى المستشفيات، والتصوير موجود يعني هناك، وثقوا الحالة، يدخلون داخل المستشفى يشوفون منو كان جاي ومشارك بالمظاهرة يعتقلوه. يعني ماكو أزيد من هيج انتهاك، ولا قانون يسمح للقوات الأمنية أنه ترتكب هذا الانتهاك اللي هي أصلا خرقة القانون العراقي والقانون الدولي اللي ينطي حرية التظاهر والتجمع السلمي، والمتظاهرين كانوا سلميين وما بدأ من عندهم أي أعمال شغب. بالضبط كما ذكر الأستاذ وائل، حق الإطارات ما يعتبر أعمال شغب، إحنا طالعين مظاهرات احتجاجية اللي صار القوات الأمنية. لكن أيضا حسام، المتظاهرين أضرموا النار في مبنى الحكومة، مبنى يعني مبنى المحافظة، يعني هل هذا يدخل في ضمن إطار سلمية التظاهر؟ اللي صار يوم أمس، المتظاهرين كانوا على بعد من 400 إلى 500 متر من مبنى المحافظة. نعم. كانت أكو قوة موجودة فوق سطح البناية، قوة موجودة داخل بناية المحافظة. نعم. وقوة تقريبا تحيط دائما داير المحافظة. مع هذا شفنا أنه احترقت المحافظة، فمستحيل أكو مجموعة من المتظاهرين يقدرون يدخلون وجود هاي القوة ويسببون هذا الحريق داخل المحافظة. هذا اتهام خطير يوجه للمتظاهرين، واحنا مستحيل نقدر نسكت عنه. المتظاهرين كانوا سنين وما كان احد من عندهم يريد يتوجه داخل المحافظه ويحرقها ابد. نعم. طيب وائل، هل هناك خطوات تصعيديه اخرى للمتظاهرين في الايام المقبله مثلا؟ عفوا، ممكن تجيني السؤال؟ هل هناك خطوات من قبل المتظاهرين والمحتجين تعتقد انها ستكون خطوات تصعيديه في الأيام المقبلة؟ هل من الممكن أن نشهد عصيان مدني في البصرة مثلا على سبيل المثال؟ أعتقد كل ما يتيحه الدستور وكل ما يتيحه الأعراف للاحتجاج من عصيان مدني وتظاهر واعتصام وكلها وسائل متاحة وفي أيدي المحتجين. نعم. والمتظاهرين في البصرة. وفقط تعليقا على ما تحدثت به قبل قليل حول قضية حرق مبنى المحافظة. نعم. هذا حرق مبنى المحافظة شلون صار يعني؟ يجب أن نقرأ الرواية كما هي. نعم. حرق المبنى، هنالك تشييع جثمان شهيد، تشييع. نعم. جاءوا بتشييع وبهتافات إلى مبنى المحافظة، فوجئوا أنهم يقابلون بإطلاق الرصاص الحي وسقوط جرحى، والتصوير موجود. نعم. على كل بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي. فكانت ردة الفعل ردة فعل شعبية غاضبة، وأعتقد أن إذا كان المبنى أغلى من حياة البصريين فعلى البصريين أن يستخدمون وسائل أخرى، لأن أصبحوا أصلا لا يعار لهم الاهتمام، البناء المشيد كله أغلى وأثمن من حياة المواطن البصري. نعم. طيب الناشط المدني وائل الأسدي وأيضا حسام سلام حسن المدافع عن حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لكما.
اهلا ومرحبا بكم مره اخرى، وهذه المره ينضم الي من الاستوديو الاستاذ عبد فيصل السهلاني عضو مجلس النواب السابق. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا. يعني استمعت الى شهادات الناشطين، يعني السيد الاسدي وايضا حسام حسن من البصره، هم ناشطين في التظاهرات. هناك غضب كبير جدا في البصره، ويعتقد اهالي البصره ان الحكومه اليوم منشغله في التفاوضات وبشأن الحديث عن الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة، وتتجاهل مطالب البصريين، هي تتجاهلهم منذ 14 سنة، فضلا إلى هذه الفترة الأخيرة مع تصاعد حدة الاحتجاجات. شكرا لكم وشكرا للقناة ومشاهديها الكرام، وأيضا تحياتنا لأهلنا بالبصرة. نعم. ومجد والخلود أيضا للشهداء اللي سقطوا بالاحتجاجات الأخيرة، سواء كانوا من المتظاهرين والمحتجين أو حتى من أخواننا في القوى الأمنية والحكومية. الحقيقة الحديث اللي تناولتيه مع الأخوة المحتجين بكثير من المداخلات يمكن واحد تعدلت عنها. أولا بالمسألة الرئيسية أقول أن أهل البصرة نعم هم بحاجة، وهم أصحاب حق، ويطالبون بهذه المطالب البسيطة التي يمكن تحقيقها بسهولة. نعم. أبدا بسهولة، نظرا إلى أنها مطالب إنسانية بالدرجة الأولى، ثانيا هي البصرة التي تغذي العراق كله بالثروة وما شاكل من هذا المسائل. نعم. ولكن أرجع وأقول العراق كله بكامله محتاج إلى ثورة، ولكن الثورة ثورة إدارية. نحن منذ ما قبل 2003، منذ الحصار وبعد 2003 ومجيء فلسفة المكونات لإدارة الحكومة، نعم، ولحد الآن الجهاز الإداري العراقي متعفن، الجهاز الإداري العراقي فاسد. البصرة عانت مثل أي محافظة أخرى. نعم. يعني احنا اذا نروح على موضوعات الفساد، اذا نروح على موضوعات البطاله، اذا نروح على موضوعات الكهرباء والخدمات الصحيه، نجدها في كل ارجاء العراق. البصره لها خصوصيه، لان انا بتصوري وانا حذرت من ذلك من زمان، البصره كتجمع سكاني كبير قريب من حدود دوليه لثلاث دول منذ فتره، وهنالك مخطط لقلع هذا التجمع الكبير من هذا المكان. وهاي الخطوات تجري بشكل مباشر وغير مباشر. آخرها هي غلق المياه، آخرها التجاوز على حدود مدينة محافظة البصرة. كثير من الأمور حدثت منذ الحرب العراقية الإيرانية والحرب على الكويت مع الكويت، ووصولا إلى مسألة الحصار، ثم حالة الرثة في العملية السياسية. نعم. التي بدأت منذ 2003 لحد الآن. هذه العوامل كلها يعني تركت هذا. نعم. المجتمع إلى أن ينهش به الجميع. يعني تعتقد ما يحصل اليوم في البصرة هو متعمد ومخطط له منذ سنوات؟ الذي يحدث الآن في البصرة نتيجة هذه مطالب جماهير من حقهم. نعم. ولكن على النخب السياسية وعلى الحكومة وعلى المجلس التشريعي والقضائي وكل هذه النخب المسؤولة عن إدارة الدولة عن إدارة الدولة والمجتمع أن تنتبه لهذا. أنا كمواطن لا أملك تلك المعرفة بأنه أكو هكذا مخططات تقاد على البصرة، وإلا اللسان الملحي وصعود المياه المالحة من البحر باتجاه البصرة التي لم تقتل فقط البشر. نعم. وإنما قتلت الحيوانات، وأكبر مأساة حدثت بالنسبة للبساتين البصرة. أبو الخصيب والفاو، هذا النخيل العظيم كل الآن انزاح من هاي المناطق بسبب ملوحة المياه، بسبب عدم وجود خدمات صحيحة من أجل وصول هذه المياه لهذه البساتين العظيمة التي تعتبر رئة حقيقية ضد التصحر، ضد يعني وصول ظواهر طبيعية غير إنسانية للمجتمع البصري. هذه المفروض أن تعالج من قبل النخب السياسية، النخب. نعم. والكفاءات الحقيقية في العراق. مشكلة يعني الملوحة في البصرة، البعض
أو أهالي البصرة نفسهم يروها يشوفوها هي من مشكلتين سببين، سبب منه فساد وسبب منه فشل في إدارة الأزمة. يعني فساد، هناك تجاوز على على محطات التحلية، هناك تجاوز أيضا على قناة البدعة، تجاوز من بعض من يملك من التحلان من مناطق الإعمار أيضا ومشاكل. صحيح. وأيضا هناك يعني فشل في التعامل مع الأزمة، أزمة المياه يعني أيضا في البلد. يعني تريدين تقولين يعني فقط قضية الملوحة ليس لدينا إمكانات أخرى بتعويض هذه الظاهرة؟ نعم، يعني محطات التحلية للمياه، إيصال دفعات معينة إلى البصرة، إقامة سدود معينة، قنوات ومشاكل. نعم، كان من الواجب من الممكن أن تقام خلال الفترة الماضية، وهذه مسؤولة عنها بالضبط مثل ما قالوا الحكومة العراقية أو الحكومات العراقية. نعم. التي تناوبت الفساد في البصرة فساد يعني عميق جدا، والدليل على ذلك أنهم محافظين يهربون، رؤساء مجالس محافظات يهربون بعد ما يأخذون المقاولين. 90% من المقاولين بالبصرة لم ينجزوا أعمال مقاولات إلى نهايتها. فهذه الأموال مع شد الأسف طبعا مسؤولة عنها الحكومة المحلية أيضا، لا نعتب دائما على الحكومة المركزية. نعم. أنتم تردون أيضا حكومات محلية لها كافة الصلاحيات. في الوقت اللي لما صير أزمة ننتقل للحكومة المركزية. الحكومة المركزية كانت أيضا عندها مشاغل، أنا ما أريد أدافع عن فشل الحكومات السابقة أبدا، بس كان عندها مشاكل في قضايا الإرهاب ومكافحة داعش الحكومة المحلية وينها؟ لماذا يجري انتخاب حكومات محلية فاسدة؟ يعني إحنا هسه الآن في مشكلة وأكو بيها شهداء وأكو بيها حاجة جماهيرية، بس أيضا ما نعتب على جمهورنا لما ينتخبهم نفسهم؟ يعني أنت تعتقد أستاذ أنه الانتخابات هي سليمة 100%؟ أو ليست فيها تزوير؟ ليست سليمة. ما فيها تزوير يعني؟ بس المفوضية العليا للانتخابات بالبصرة من أهل البصرة. نعم. ما أجا واحد من صلاح الدين ولا أجا من الموصل. من أهل البصرة اللي أيضا الآن يغتسون بالماء المالح نفسهم المفوضية. نعم. القوات المسلحة المسؤولة عن أمن الانتخابات أيضا من أهل البصرة. المرشحين كلهم من البصرة. طيب أستاذ يعني والجمهور اللي ينتخب هو البصراوي. يعني أنا ما أرد أسلط الضوء على هاي القضية أكثر. بس إذا تسمح لي أستاذ، يعني من هم اللي بهذول المناصب؟ هم ناس عاديين ومستقلين؟ يعني إحنا عايشين بهذا البلد سوا يعني، وبدون ما نجاب لأنه إحنا بالإعلام نعرف الوضع بلدنا كل الزين. منو يقدر يدخل بهذه المناصب بدون ما يكون مدعوم من أحزاب؟ هو هذه المسألة اللي نتحدث عنها. لماذا لن ننتخب الكفاءات؟ لماذا لن ننتخب المستقلين؟ هل تصل الكفاءات أصلا؟ لماذا نسمح لهؤلاء الحرامية من اختيارات الأحزاب؟ الكفاءات ماذا توصل لمراكز صناعة القرار أستاذ؟ ماذا توصل إلى الكفاءات مغيبة؟ وبالدليل أنه هذه الأربعة عشر سنة مو بس وضع البصرة انهار، بس يمكن هي أوضح في البصرة من بقية المحافظات، لأن البصرة هي مدينة كل العراق، هي المغذي لكل العراق، فالمشكلة بها واضحة. لكن هذه مشكلة متأكدة موجودة في الناصرية، في الديوانية، في صلاح الدين. هذه المدن الآن يعني نتحدث عن صلاح الدين والأنبار، هذه المدن منهارة البنى التحتية، لكن بالتأكيد إذا جينا ندور أيضا بالمدن المستقرة نسبيا في المحافظات الجنوبية أيضا بناها التحتية منهارة. لو كان أكو كفاءات هل من الممكن كان وصلنا إلى هذه المرحلة؟ أنا أريد أحاول جهد الإمكان أن أرتقي بإعلامكم الجاد. نعم. وببرنامج أيضا الراقي اللي تقدمين الآن، وخلينا نتحدث. نعم. عن أيضا جذور المشكلة. نعم. يعني قضية قتل النخيل بالبصرة هي ليست بس فقط بالملوح. نعم. قتلت من قبل الرصاص والقنابل والحروب التي استمرت أغلبها على رأس البصرة. هذه قضية. إذن هناك جذور من 2003. نعم. نعم. منذ أن مجيء ما يسمى بين قوسين النظام الديمقراطي وتداول السلم السلطة وتعاقب الحكومات، نعم لم تستطع هذه غرقت في الفساد. اجتنا موضوعة المحاصصة وموضوعة الفساد التي أكلت الأخضر واليابس. نعم. وهنالك دول مع الأسف إقليمية تتستر على هؤلاء أو تدفعهم، مو فقط أحزاب حاكمة وإنما
تداخلات إقليمية ساهمت في هذا الجانب. نعم. أرجع وأقول مرة أخرى، الحكومة العراقية سواء كانت السابقة أو الحالية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أولا تقديم الخدمات للشعب العراقي، هي أمانة. السيد رئيس وزراء أحد العبارة قال أنا عندي أمانة، الآن هذه الأمانة عندك، هاي القضية الأولى. ثانيا كل الأحزاب اللي موجودة في البصرة منذ 2003 لما ظهرت للعلن وللممارسة العملية ما قدمت فشي جديد، فهي أيضا مسؤولة عن هذا الخلل، عن هذا الفشل أو التراجع في الموضوع. البصرة محتاجة إلى ثورة إدارية في مجلس المحافظة وفي البلديات وفي الصحة. الصحة اللي أهل البصرة يقولون لأهل كركوك أو لأهل الرمادي لا تودونا ماء، ودونا سرنجات، ودونا أدوية حتى نستطيع. هل لا تستطيع وزيرة الصحة أن تجهز مستشفيات العراق بهذا الشيء؟ وهذا هل يتحمل رئيس الوزراء؟ هذا لا يتحمل رئيس الوزراء ضمن النظام الديمقراطي فقط، لا أقول لا يتحمل لكن فقط، ليس فقط رئيس الوزراء وإنما هو المسؤول الأول، ولكن كل الآخرين في النظام الديمقراطي مسؤولين، والمواطن أيضا مسؤول. الآن المواطن يقوم بواجبه، نعم يخرج ويحتج ويستشهد، وهذا مسألة كبيرة جدا. وعلينا أيضا يعني احنا لابد وان نعي انه الاجهزة الامنية هي اجهزة امنية في نظام ديمقراطي وليس في نظام دكتاتوري، يجب ان تكون تفهم الممارسات الديمقراطية. ضرب المواطن وقتله جريمة. التساؤل هل هي فعلا هذه القوات الامنية المسؤولة ام هنالك قناصين ام هنالك اجهزة دخلت الى البصرة وعملت؟ ويرجع للقضية، هذا أيضا مسؤول عنها المخابرات. نعم. مسؤول عن جهاز الاستخبارات، مسؤول عنها الأجهزة الأمنية أن تحمي المواطنين من هؤلاء. يعني أحنا أنا ما راح أحمل التظاهرات والاحتجاجات قضية مندس أو مندسين، لا. نعم. هذا يعني خلل بالأمن. يعني مثل ما تفضلت حضرتك في التبريرين حقيقة، سواء كانوا مندسين اليوم يطلقون العيارات النارية باتجاه المواطنين والمتظاهرين أو القوات الأمنية تضرب المتظاهرين، في التبريرين حقيقة هناك إدانة للقوات الأمنية. يعني التظاهرات يعني هي حق مشروع، خصوصا إذا نتحدث عن مدينة مثل مدينة البصرة، نتحدث عن مدينة لها خصوصية. يعني البصرة إذا تظاهرت طلعت كل العراق، وهذا بالفعل ما يحدث اليوم. من يظاهرون أهالي البصرة، أهالي الناصرية الديوانية فورا يطلعون إلى التظاهر. كيف تعلق؟ أنا شوية أتحدث بسرعة. نعم. مع الأسف. بس أنا قلت لك الممارسات الديمقراطية. نعم. هذه تشمل الجميع. يعني تشمل رجل الأمن بالدرجة الأولى، رجل الأمن مسؤول عن حماية المحتجين، هذول أبناء، هذول أخوانه، هذول أهله، وذول هذا الرجل الأمن هو ما أجى من محافظات أخرى، أيضا يغسل وجهه بالماء المالح وأطفاله يتسممون بالماء المالح. فالحاجة إلى شخصيا هذول المتظاهرين طلعوا من أجل حاجته، من أجل أن تلبي الحكومة حاجة هذا المواطن اللي هو شرطي أمن أو عامل أو موظف. نعم. والقضية الثانية هو مسؤول كونه هو يستلم راتب من الجمهور، يستلم راتب من الناس، علي أن يؤدي واجبه بشكل صحيح أن يحمي المواطن. طيب. سواء كان مواطن طيب محتجا يعني أو قاعد في بيته. طيب هنا المؤسسة العسكرية حقيقة تزج من جديد في مواجهة المواطنين حقيقة، وهي يعني بالكاد استعادت سمعتها وهيبتها بعد عمليات يعني التحرير في مناطق الموصل والأنبار. نعم. من جد يعني هذا السيناريو استاذ شفناه بالموصل وشفناه بالأنبار قبل داعش، يعني حتى كان يعني أهالي هذه المناطق يعتقدون أن القوات الأمنية تمارس عليهم ضغط، وبالنتيجة هذا أدى إلى إخلال الثقة بين المواطنين والقوات الأمنية. اليوم أهالي البصرة أيضا يعيشون هذا المشهد ويشعرون أن القوات الأمنية تواجههم وتضربهم، في حين أن مهامها هي حفظ الأمن وحفظ الاستقرار في المحافظة. يعني من جديد المؤسسة العسكرية تزج في هذه الصراعات وحقيقة تدافع، كأنها تبدو كأنها تدافع عن فشل الإدارة، إدارة يعني الملفات في العراق. جميل جدا.
بس احنا ايضا نعم خلينا لا دائما نخلي الحكومه والقوات الامنيه هي الهدف. نعم. ايضا ناخذ من الاعتبار ناس يجوز استطاع يعني هي ما دام البصره بها احزاب الان وناس تبحث عن الكتله الكبيره والكتله الصغيره وهناك خلافات نشهدها على المحطات التلفزيون القنوات التلفزيونيه وبالبرلمان. نعم. ان يبحثون في قضايا صغيره وبسيطه ويعطلون جهد الدوله جهد المجتمع. انا اتفق مع كل الاخوان اللي يتحدثوا سواء كان حسام او نعم. الاخ الثاني حسام نعم او وائل. وائل نعم احييهم واحيي الدكتور كاظم واحيي هو وحسام وغيره انه هذول شباب راقين وابناء البصره حقيقه. بس اقول البصره بها مجموعه احزاب. نعم. ورئيس الوزراء سيد احد العبادي لحد البارحه تحدث بان المتظاهرين عندهم حق وعندي امانه انا احمي العراق كله ليس فقط البصره ايضا. وبنفس الوقت طالب القوات الامنيه بعدم استخدام القوه المفرطه وقال بالنص انه استخدام الرصاص الحي ممنوع وانا يعني هو قلت ممنوع استخدام الرصاص الحي. هل احنا نقول القوى الامنيه تمردت على رئيس الوزراء ام هنالك اجزاء في القوى الامنيه تابعين لاحزاب او تابعين لميليشيات؟ على كل حال هذه علامه استفهام بسيطه وصغيره. وارجع واقول على الحكومه ان تستخدم كل امكاناتها لإنقاذ الوضع في مدينة البصرة. طيب بكل الجوانب. نعم. عفوا ليش خلني شوية قاطعك أخذ. نعم. في مجال المياه وفي الملوحة وفي مجال الصحة وفي مجال الكهرباء يعني ابن مدينة البصرة تريد ينجح بالسادس علمي أو بالسادس وهو لا يمتلك لا يمتلك كهرباء حتى يقدر يقرأ عليها. طيب خلينا بس نأخذ مداخلة مراسلنا في البصرة علي عدنان. أهلا وسهلا بك علي. يعني التظاهرات منذ أمس ربما أخذت منحى آخر يعني نشوف بها عنف نشوف بها مواجهات بالرصاص الحي سقوط 5 شهداء نتحدث عن رقم بالمقارنة مع إحصائية الشهر اللي راح يعني كان أكو تقريبا 14 شهيد في عدد من المحافظات الجنوبية لكن هسه نتحدث عن 5 شهداء بيوم واحد فقط في البصرة. نعم تحياتي لك جمانة ولكل أكيد المتابعين وضيوف الكرام. أكيد البصرة بعد ليلة من الاشتباكات الساخنة البصرة اليوم تشهد هدوء نسبي واحترازات قرب المباني الهامة. نعم. والأوضاع اليوم وسط المدينة تشهد هدوء نسبيا لكن هناك قطع الطريق المؤدي إلى مباني الحكومة المحلية من قبل عجلات عسكرية وأن مخلفات التظاهرات من حرق الإطارات وانتشار أقوام من الأحجار أكيد وغيرها متواجدة على الطرق والشوارع. اليوم أمس أعلنت وزارة الصحة طبعا حسب إحصائية أحداث التظاهرات الشعبية في البصرة أنها بلغت 68 جريح منهم 41 مدني و27 من القوات الأمنية. نعم. مع 5 شهداء من المتظاهرين. وأكيد الوزارة تواصل باستمرار مع صحة البصرة لمتابعة الأوضاع الصحية وتقديم الخدمات الطبية وهذا أكيد واجبهم. لكن كل هذا اليوم وصباحا رغم الأوضاع التي شهدتها البصرة. نعم. اليوم أكيد تظاهر في قضاء الزبير العشرات من أهالي القضاء أمام المجلس المحلي قطعوا الطريق المؤدي إلى مبنى قائمية قضاء الزبير ومنعوا دخول الموظفين مطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل والمياه الصالحة. أكيد الكل يعرف أن البصرة تعاني منذ 3 أشهر بموضوع مياه التلوث والحالات التي أصيب المواطن من خلالها حالات التسمم. المتظاهرين اللي في قضاء الزبير شمال مدينة البصرة أيضا اليوم شهدت اعتصامات وتظاهرات وقطع جميع الطرق المؤدية إلى حقل غرب القرن واحد تضامنا مع تظاهرات مركز المدينة. المطالب التي رفعت للجهات المختصة إنها مطالب مشروعة والكل يعرف أن البصرة عانت كثيرا منذ سنوات واليوم تشهد لهذه اللحظة يعني معاناتها ولم تتحقق أي من المطالب التي رفعت. لذلك شاهدنا الكثير من الحالات والصور المأساوية التي نزلت في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيديوهات وفي جميع القنوات
يؤسفنا أن تكون هناك صورة لشباب طيب. بعمر الورد علي علي نعم. إذا تسمح أسألك هنا يعني أمس أيضا تم تداول بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن ترك العجلات العسكرية في بعض المناطق أعتقد في منطقة القرمة فضلا عن فيديوهات أخرى تشير أو تبين دخول دبابات إلى المدينة نعم منذ ليلة أمس يعني بعد الثانية عشرة لم تهدأ البصرة نهائيا هناك الكثير من العجلات التابعة للقوات الأمنية قد خرقت من قبل المتظاهرين وهذا ردة فعل على ما فعلته القوات الأمنية ب يعني استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين رغم تلمية التظاهر نعم. أنا كنت متواجد مع العشرات من المواطنين بعد تشييع جثمان الشهيد مكي ياسر الذي قتل خلال تظاهرة يوم أمس نعم. هناك مطالبات بإقالة قائد عمليات البصرة وتشييع انطلق من دائرة الطب العدل نحو ديوان المحافظة لكن هناك رد من قبل القوات الأمنية باستخدام يعني طلق النار الحي وأكيد الموضوعة الغاز المسيل للدموع يعني مطالبات كل هذا يعني مطالبات يعني عائلة الشهيد والتشيع كانت بموضوعة يعني فتح تحقيق بموضوعة اطلاق النار وتوفير الخدمات لكل المواطنين لماذا كان الرد بهذه الصورة لحد الآن لم تعلن تحقيقات موضوعة الشهداء الذين قتلوا و يعني لماذا استخدم الغاز المسيل للدموع وسط يعني يعني الكل يعرف مدينة عانت الكثير اليوم صباحا نعم شهدت محافظة البصرة الكثير من انتشار القطاعات الأمنية نعم. ودخول دبابات من ليلة أمس يعني لحماية يعني مبنى المحافظة الذي احترق والدوائر الأخرى خوفا من أكو دوام بالدوائر يعني لم يكن هناك دوام في مجلس المحافظة والمحافظة وبعض الدوائر التي بالقرب من هذه البنايات لكن يعني مثلا دائرة صحة البصرة وبعض الدوائر البعيدة عن مركز المحافظة هناك دوام بسيط نعم طيب مراسلنا في البصرة علي عدنان شكرا جزيلا لك يعني أستاذ شلون بعد يثق المواطن البصري بالحكومة الحالية والحكومة المقبلة كيف من الممكن أن يثق بهذه الوعود وهو حاليا إذا تقرأ المنشورات وتقرأ البوستات على التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها هذه وعود مخدرة قبل في الشهر الفات الحكومة أعطت وعود إلى البصرة بمعالجة الوضع وإطلاق 10,000 وظيفة اليوم هناك حزمة إصلاحات جديدة وأيضا وعود جديدة واستثناءات للمحافظة إعطاء استثناءات للمحافظة وإعطائها صلاحيات واسعة لوضع حلول العاجلة كيف من الممكن أن يثق المواطن البصري وخصوصا أنه القوات الأمنية ترفع أيضا النار بوجهه أعطيني بس ثلاث ملاحظات نعم. تشوفها بسرعة طبعا بداية أنا أطالب جميع الأحزاب الفاعلة والناشطة في البصرة أن تبتعد عن موضوع تسييس المظاهرات أو حصرها باتجاهات الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر نعم. حقيقة يعني هذا أو أحزاب فاشلة لم تستطع أن تصل إلى مجلس النواب مثلا يعني هذه قضية مهمة يعني لأسباب هل قضية البصرة هي سياسية أيضا؟ هذا المواطن طلع أيضا بالدرجة الأولى مطلبية يعني نعم. خدمية ولكن بعدين تحولت إلى سياسية ليش؟ لأنه هذه الكتلة أو هاي المجموعة من السياسيين في البصرة لم يستطيعوا تحقيق هاي المطالب فإذا تحولت إلى هذا الجانب هو الآن مطالب سياسية بمثلا محاسبة رجال الأمن اللي ضربوا مثلا أو محاسبة قائد القوات أو مجلس المحافظ أو المحافظ النقطة الثانية بدي أعرج عليها وبسرعة أيضا حقيقة هذه مشكلة يعني في النظم الديمقراطية مجرد أن يشعر مسؤولا بأنه غير قادر على تلبية حاجات الناس يستقيل الآن الناس تطلع وتصيح يابا إحنا ما دا يصير لنا شيء إحنا ما دا نلمس من عندكم شيء ولا واحد يستقيل من لا عدا المسؤول عن هذه المأساة اللي موجودة من الذي مسؤول عن سرقة أموال البصرة
اللي ارسلتها الحكومه المركزيه بالمليارات احنا مسؤولين عنها؟ لو الاحزاب الموجوده والمسؤول الموجود هناك ولم يستقل احدا منهم ولم يقدم استقاله لرئيس الوزراء. النقطه الثالثه والمهمه انا اقولها بصدق، لا كرامه لاي رجل لاي رجل امن ولاي ضابط، لربما يقولون احنا كرامتنا انخدشت وكرامتنا انضربت وضربونا بحجار، لا كرامه لهم عندما يضربون متظاهرا محتجا مسالما، يضربون بالرصاص الحي. هذا الرصاص وهاي البندقيه سلمك المجتمع اولا والدوله ثانيا ان تحمي المواطن مو ان تضربه. فلذلك انا اقول لن اضطرها باطر والله الضابط المعين اعتدي عليه، الضابط المعين ذبوا عليه بطل ماي، الضابط المعين ذبوا عليه حجاره، ان يستخدم السلاح. طيب خلينا نشير لنقطه مهمه، هل يعني يسمح في قانون التظاهرات ان يطلق رجال الامن على المتظاهرين الرصاص الحي؟ ام هناك قوات متخصصه في فرض التظاهرات مثل قوات مكافحه الشغب وهذه مهامها يعني لا تحمل السلاح وانما تحمل العصي فقط لفرض التظاهرات؟ ست الفاضله، بالبدايه تحدثت عن موضوعة النظم الديمقراطيه. نعم. هي لابد وين يتعلم رجل الامن وحتى هذا اللي تقولين عليه بسوات او غير سوات الذين يعملون في مكافحه الشغب مدربين على ان يحمون المواطن باي طريقه باجساتهم يحمونه، مو فقط بهاي الاجهزه اللي موجوده عندهم اللي هي لا تصل الى درجه استخدام الـ كثير من دول العالم الرجل الامن يموت يقتل بس ما يستخدم السلاح. احنا يا سيده الفاضله ليس لدينا ممارسات ديمقراطيه لدى القوى الامنيه. طيب احنا حتى عضو برلماننا ما عنده ممارسه ديمقراطيه، الله يستر عليك. طيب من المدان بهاي القصة؟ نعم. بالتأكيد إدارة الدولة مدانة، بالتأكيد الأحزاب، بالتأكيد النخب المتصدرة الآن لقيادة الدولة هي المسؤولة. رؤساء الوزارات اللي تناوبوا على الوزارة من ذاك اليوم لحد الآن، مجالس المحافظات، سراق المال العام اللي سرقوا وخلوا هاي المليارات تروح هباء، هم المسؤولين. أوكي أنا تحدثت قليلا عن مسؤولية المجتمع بطريقة أو بأخرى، أن ينتخب أن يقدم مهما كانت القضية. مثل ما أنا طالب الأمن أن يمارس الديمقراطية، أطالب المجتمع أيضا يمارس الديمقراطية. هنا ممارسة الديمقراطية على المواطن أن لا يعتدي أيضا على مؤسسات الدولة. هاي مؤسساتك، هاي أنت بنيتها، هاي أنت سويتها. المواطن مدى يشعر بهذا الشعور بصراحة؟ المواطن يشعر أنه هذه مو مؤسساته وهذه المؤسسات دمرتها خلال كل هذه السنوات. للأسف هاي انعدام الثقة اللي جرى الآن منذ 2003 لحد الآن بين المواطن. النظام السابق، الأنظمة السابقة، الدكتاتورية تحكم بالعنف وبالقوة. أي واحد يعتدي الشرطة شنو هو؟ بالبندقية مالته، وماخذ منين قوته؟ من السلطة، ماخذها من القائد الأوحد. نعم. عندما تحولنا إلى النظام الديمقراطية سادت حالة من الفوضى بعدم استخدام الصلاحيات بشكل صحيح. وطبعا مثل ما قلت لك هو هاي موضوعة الفساد والمحاصصة، ولما دخلنا الإرهاب، كل هذه حقيقة عوامل، وأيضا العامل الإقليمي. نعم. العامل الإقليمي الآن في البصرة فاعل. وعلى أبنائنا وعلى أيضا القوات الأمنية، وأيضا أنا أكلف الحكومة وطالب الحكومة الانتباه لهذا الموضوع. طيب. ومو خطأ أن نشرحه بالإعلام، الآن المعلومة الإعلامية للمواطن العراقي مطلوبة. طيب راح أسألك عن المحور الإقليمي أيضا، لكن دعني هنا أسألك، يعني كل حديثنا من البداية بكل جوانبه وتفريعاته وتفصيلاته يشير إلى فشل يعني ما به يعني مجال في إدارة يعني كل الملفات المتعلقة في البصرة، سواء كان ملف اقتصادي، ملف الخدمات، ملف الأمن، ملف أيضا ترك الأحزاب تتغلغل حتى إلى جسد المؤسسة العسكرية. يعني قبل قليل أنت تحدثت أن هل هم القوات الأمنية من ضرب النار أم هناك عناصر داخل القوات الأمنية لديها ميولات حزبية داخل المؤسسة العسكرية؟ يعني من المسؤول عن كل هذا بالنتيجة أستاذ؟ المسؤول أكيد هي الجهة التنفيذية، السلطة التنفيذية هي مسؤولة بشكل مباشر عن ترك الفساد ينخر في المؤسسات الحكومية، عن ترك الفساد
يعني يدمر البنى التحتية ويزيد من استمرار تدميرها. يعني احنا نقدر اليوم نقول للمواطن البصري يعني وهو واجبنا، واجبنا هذه ممتلكاتك، بس نقدر نوقف بوجه غضبه وهو ما عنده ما يشرب، ما يشرب ما عنده، ما يقدر يغسل وجهه. يعني احنا ما بدنا نتحدث بعد عن أزمة كهرباء وممكن يجي الشتاء يبرد الجو، بدنا نتحدث عن مي، مطلب اساسي وحاجه اساسيه للحياه، ما يقدر يعني يشرب مي ونقول له لا تحرق مبنى المحافظه لانه هذا ملك للدوله مو ملك للحكومه، والدوله هي المجتمع والحكومه سواء. نقدر نقول له هيجي؟ طبعا انا شكرا اللي على هاي الحماسه والقناه رشيد دافع عنها، بس ايضا احنا مطالبين كاعلام جاد ايضا ان نضع النقاط على الحروف، هذا اعلام واعلام مهم وجاد. طيب. فاذا اريد ان نكون جادين ايضا نتحدث بموضوعيه عن كل الجوانب. مطلوب منكم نعم ان تاكدون على هو الفشل والنقاط السلبيه، لانه الايجابيه هاي من واجبي انا كمسؤول، دا اخذ راتبي من الحكومه، يجب من المجتمع، يجب أن أنجز أعمالي بشكل صحيح. نعم هذا مطلوب. أنا بالبداية أكيد قلت إن إحنا محتاجين إلى ثورة، ثورة إدارية. خاف واحد يأخذها يقول ثورة على الأحزاب وشي وبعدين يوقف اللي بالشارع، لا، ثورة إدارية. إحنا عندنا جهاز إداري مترهل، يابا عندنا جهاز بالعباس فاضل، جهاز إداري فاشل. يجب على رئيس الوزراء أن يتخذ خطوة كانت ديمقراطية دستورية ما دستورية لإنقاذ حياة الناس. ميركل المستشارة الألمانية لما صار عندها حالتين إرهاب، نعم، قالت خلوا الديمقراطية على صفحة وكل إنسان خلوا على صفحة. الآن يجب أن يحقق الأمن للشعب الألماني مثلا، نعم، مثل ما قالت. الآن أيضا الشعب البصري هو أرواحه تهدد، فلذلك كله خليه على صفحة، لابد أن نحقق هاي أولا ثم انطلق للقضايا الاخرى ثانيا. فانا اقول على رئيس الوزراء وعلى الكابينه الحكوميه الان اللي هي حكومه تصريف اعمال فرصه كبيره جدا ان تستخدم كل صلاحياتها، وسيد رئيس الوزراء اعطى للحكومه المحليه كافه صلاحيات. بس هي فاشله، هي غير قادره، هي اكو ناس تعطيها فلوس ما تعرف شلون تتصرف بها، توديها ما ادري وين. وإلا طيب البصر. بهذه الحالة إذا يعني كانت الحكومة المركزية تتعامل مع يعني حسب كلامك مع حكومة محلية فاشلة، بهذا شنو الإجراء اللي يتخذ؟ ما أنا تحدثت، هل إحنا نظام ديمقراطي أو نمشي على الديمقراطية بشكل دقيق؟ لا لا، أخلي هسه الديمقراطية على صفحة. تعال أروح، والله أروح أنا أقعد كابينة وزارية، أروح بالبصرة رئيس وزراء أمارس دوري مباشر، وزير الصحة تروح تمارس دورها ولو أنه هي هم جاوزت طلعت عن الناس. نعم. القضية الأخرى تأكد عليها ست الفاضلة، في النظم الديمقراطية هناك مسؤوليتين، مسؤولة تضامنية، أنا رئيس وزراء أضامن مع المجتمع ومع كابينتي الوزارية كلها من رئيس الوزراء إلى أبسط كاتب. طيب. ولكن أيضا المسؤولية الفردية. باكر التاريخ بهاي قناة الشي حاسبش عن أدائك، نعم، وبنفس الوقت راح يحاسب رئيس الوزراء عن أداء عن حقبة زمنية معينة اتخذت خطوات. طيب. شجاعة. خليني أسألك بس بكلمة، أعتقد الوقت انتهى، بكلمة واحدة، هل تعتقد أن التظاهرات في العراق تتأثر بما يجري في العالم اليوم؟ مثلا على سبيل المثال التظاهرات في إيران وفرض العقوبات الأمريكية على إيران. الوقت داهمنا بس إذا تسمح لي باختصار. نعم، إحنا لسنا في جزيرة نتأثر، ولكن بالدرجة الأولى هو إحنا متأثرين بمطالبنا وحاجتنا هي العليا. أما الآخرين الذي يستغلوها حزبيا وطائفيا، نعم، هم المسؤولين عن تأجيجها بالاتجاه السلبي، نعم، وليس من أجل تحقيق. طيب. مطالب الناس. الأستاذ عبد فيصل السهلاني عضو مجلس النواب العراقي السابق، شكرا جزيلا لك. وفي النهاية نحن نتحدث عن مدينة تتألم، عن مدينة تتألم لسنوات والمشاكل فيها متراكمة منذ سنوات، يعني الوضع استثنائي، نتحدث عن أزمة تطال أرواح الناس واستقرارهم، عن ناس ما يلقون ما يشربوا. في أمان الله.
توطين رواتب الموظفين الحكوميين وموظفين القطاع الخاص بحسابات إلكترونية تتيح للموظف فرصة ثمينة للحصول على الامتيازات التالية: الحصول على بطاقة ماستر كارد ذات المواصفات العالمية، القابل للاستخدام في جميع الصرافات الآلية ATM، ونقاط الدفع الإلكتروني POS في مراكز التسوق داخل وخارج العراق على مدار الساعة. فرصة الحصول على فوائد سنوية وجوائز ثمينة من خلال حسابات التوفير المقدمة ولجميع الأعمار. فرصة ثمينة للحصول على التسهيلات والقروض المقدمة من مصرف الخليج التجاري وبفوائد وأقساط ميسرة عند التسديد. إمكانية إدارة الحساب عبر الإنترنت. إمكانية الحصول على بطاقة بعملة الدولار.